تو alternative، يا اما تحطها في جدول يا اما تحطها في فيجر، ما تعملش دوبليكيت للحاجه. طيب ده لو انت هتستخدم جداول. طب لو انت هتستخدم جرافز، انا واحد من الناس دايما بفضل الجرافز. ليه؟ لانها بتبقى effective، يعني انا بقدر اشوف لو انت بتقارن ما بين حاجتين، الجدول شويه ارقام محطوطه ممكن ما يبينليش المقارنه، بس الجراف لا، الجراف انا شايف مثلا خط طالع نازل خلاص اوريدي، انا عارف ان مثلا هنا في طلوع ونزول خلاص يبقى في فاريشنز بيحصل. طيب الجراف برضو بتبدا ممكن تحط عليه لارج، يعني تحط داتا كتير. الجدول بتاعك انت لو حبيت تحط داتا هتلاقيه عمال يطول والكولومز تكتر والروز تكتر، فهتلاقي الدنيا بدات تتلخبط معاك شويه. لكن الجراف لا، الجراف خط ان شاء الله حط تحط فيه مليون خلاص هو شكله بيبقى باين. فعشان كده دايما بنقول الجراف ده بيبقى اسهل في عمليه المقارنه. تخلي بالك وانت برضو وانت بتعمل الجراف، الجراف لازم بيبقى له رقم، واتفقنا مع بعض التيبلز الارقام بتاعتها بتبقى من فوق ولازم الاسم، الجرافز تبقى الارقام بتاعتها من تحت ولازم اسم. تاني حاجة الجرافز لازم بيبقى فيه اكسس، لازم بيبقى فيه حاجة اسمها اكس اكسس واي اكسس، ولازم كل اكس تكتب عليه اسمه. يعني مثلا هنا لازم تكتب لي years، هنا لازم تكتب مثلا money. لازم برضو حاجة مهمة جدا لما تيجي تحط جراف لازم تحط الترند بتاعه. ايه الترند بتاعه؟ اللي هي المعادلة زي ما انت شايف كده، احنا حاطين اهو مثلا هنا درجات حرارة مثلا سيليزيوس وفارنهايت، فانت بتبدأ تطلع العلاقة بقى الترند دي اللي هي العلاقة ما بين الاكس والواي. احنا دلوقتي الاكسل والوورد بيعملوا الكلام ده، انت مش محتاج تطلعها مانيوال، لا الاكسل انت اوريدي انت لو رسمت له الشكل بتقول له طلع لي الترند ده او طلع لي المعادله بتاعت الشكل ده. فوانت بتعمل الداتا برزنتيشن بتاعتك لازم تخلي بالك لو انت هتعمل جرافز او لو انت هتعمل تيبلز. حاجه تانية معظمكم بينساها، لما انت تيجي تعمل الجراف ده في عندك حاجه اسمها تيك مارك. ايه التيك مارك دي؟ اللي هي عند نقطه مثلا هنا عند النقطه دي 5 مع 41 في عندك علامه، فدي نقطه، فدي بيبقى ليها شكل، عايز تعمله دايره ماشي، عايز تعمله مثلث، عايز تعملها مربع زي ما انت عايز. في حاجه تانية برضو بتتنسي، الليجند. يعني ايه الليجند ده؟ احنا كده بنسميه ليجند، او انت بتيجي هنا لو انت عندك كذا كيرف مع بعض، لا لو كيرف واحد ده احنا بنسميه ليجند، لو عندنا كذا كيرف داخلين في بعض فبتيجي في جنب كده بتعمل ايه؟ بتقول الكيرف اللي لونه كذا يعبر عن كذا، الكيرف اللي لونه كذا يعبر عن كذا. فوانت بتعمل الداتا برزنتيشن بتاعتك لازم تخلي بالك من شويه الحاجات دي لو انت هتستخدم تيبلز او لو انت هتستخدم جرافز. طيب الجرافز عندنا مش النوع ده وبس، لا احنا عندنا انواع حاجة اسمها البار تشارت او الهيستوجرام. البار تشارت او الهيستوجرام معظمكم او مش عايز اقول 100% منكم اتعرض للكلام ده هو في ابتدائي او هو في اعدادي، لما كان بيطلب منك ترسم رسم بيان. الهيستوجرام او البار تشارت ده انا بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما احب اعبر عن كوالتاتيف داتا او ديسكريت كوانتاتيف داتا. كوالتاتيف خلي بالك، كوالتاتيف يعني ايه؟ كوالتاتيف يعني حاجة كمية، حاجة كمية. او ديسكريت داتا اللي هي الارقام 1 2 البار تشارت ممكن استخدمه ده، ممكن مين ينفع لمين. رقم واحد احنا عندنا هو الهيستوجرام، هيستوجرام استخدمه للكوانتيتيف واستخدمه لايه؟ للديسكريت كوانتيتيف. يبقى دول خلاص عرفنا هنستخدمهم. طيب عندنا نوعين من الهيستوجرام او البار تشارت ده، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال زي ما احنا هنشوف. زي ما احنا ده مثلا ده احنا بنسميه فيرتيكال هيستوجرام او فيرتيكال باي تشارت. مثلا هو هنا بيتكلم افريج برايس، البرايس ده ممكن يبقى كوالتاتيف يعني ايه حاجه كميه كتير او صغير او كبير. يبقى احنا بنقارن مثلا ما بين اهو بيقول لك الافريج برايس اوف جاسولين
جازولين باي ستيت في امريكا، مثلا هاواي، فلوريدا، ميزوري، واشنطن، مثلا كاليفورنيا، وده الافريج برايس. بيقول لك والله هاواي قد كده، فلوريدا قد كده، ميزوري قد كده، واشنطن قد كده، كاليفورنيا قد كده. فعشان كده دي احنا هنا بنتعامل معاها كرقم. الافريج برايس ده يبقى ده ايه؟ رقم ممكن يمشي معاك كوالتاتيف، لان رقم وخلاص 3 و4 من 10. هل انت رحت عديتهم؟ لا، هو رقم جاي لك كده وخلاص. فدي ممكن تمشي كوالتاتيف داتا. حاجه تانيه مثلا، ده احنا بنسميه هوريزونتال باي شارت، مثلا افريج تمبريتشر. افريج تمبريتشر دي عباره عن ايه؟ عباره عن درجات الحراره. يقول لك مثلا في السبرينج قد كده، في السمر، في الفول، في الوينتر، وتبدا تعملها زي ما انت عايز بالهيستوجرام او البار شارت بتاعك. طيب يبقى ده اول نوع عندك اللي هو الهيستوجرام او البار شارت، ينفع للكوانتيتيف داتا وينفع للديسكريت كوانتيتيف داتا. خلي بالك معنى كلمه ديسكريت كوانتيتيف داتا حاجات منفصله، حاجات ما لهاش علاقه ببعض، عشان كده سموها ديسكريت. ديسكريت يعني زي منتشر، زي سكاترد كده، حاجه ما لهاش علاقه ببعض. يعني مثلا درجه الحراره في الشتاء هل ليها علاقه بدرجه الحراره في الصيف؟ لا. سعر الجازولين مثلا في هاواي هو مثلا ليه علاقه بالنزول؟ لا. بس هو ايه؟ حاجه رقم اتحط كده وخلاص، لكن ما لهمش علاقه ببعض. لكن الكونتينيوس لا، احنا ممكن نقول مثلا بنربط حاجتين ببعض، بنربط مثلا سن بطول او سن بوزن، ده احنا بنسميه الكونتينيوس كوانتيتيف داتا. طيب في عندنا نوع تاني من البار شارت احنا بنسميه كومباوند بار شارت. الكومباوند بار شارت ده بنستخدمه لو انت عندك رقم، الرقم ده ممكن يتقسم لجزئين. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول مثلا والله تعداد مصر السكاني دلوقتي 105 مليون، منهم 60 مليون فيميل ومثلا و50 مليون ميل. فده معناه ايه؟ هو 100 مليون موجودين بس متقسمين لجزئين. طب انا لو حبيت اعبر عن الكلام ده فبعمله بالمنظر ده كده، مثلا بكتب التعداد السكاني مثلا بالير والبوبيليشن، بحط الرقم الكبير الاول اللي هو التوتال، وبعد كده الرقمين التانيين اللي هو بتاع الفيميل مثلا والميل. فده احنا بنسميه كومباوند، اللي هو حاجه مجمعه. يبقى انا بستخدم الكومباوند ده لو عندي الرقم ممكن يتقسم لجزئين، ممكن يتقسم لحتتين ليهم علاقه ببعض، بحيث ان انا لما اجمع الاثنين يديني الرقم واحد. ما ينفعش احط رقمين مثلا مختلفين ويطلع لي حاجه ثالثه. ممكن ده استخدمه في ايه مثلا؟ في المقارنه. يجي مثلا يقول لي قارن لي ما بين اعداد السكان مثلا في السنوات المختلفه، مثلا في محافظات مختلفه. يجي مثلا يقول لي عايز القاهره والجيزه واسكندريه، يبقى ده معناه ان مثلا سنه 59 القاهره قد كده، اسكندريه قد كده، اي محافظه ثانيه قد كده. يبقى دول لو جمعتهم يطلعوا لي رقم. فعشان كده بيقول لي اختار الثلاث محافظات دول. عايز محافظات الجمهوريه كلها مفيش مشكله، تقدر تقدر تقسمه 27 واحد، 28 واحد. يبقى الكومباوند يوريني علاقه ما بين حاجات ممكن تتقسم بس ليها علاقه ببعض. طيب في عندك نوع تاني من انواع الجرافز اللي احنا، ودي دايما اللي احنا كمهندسين بنفضل نستخدمها، اللي هو اللاين جراف. اللاين جراف ده بتعمل علاقه ما بين حاجتين، وغالبا العلاقه دايما بتبقى واحده فيهم مع الدي او مع تايم يعني عامه، او مع ايج، ان انت بتبدا تقارن ما بين حاجتين في علاقه ما بينهم. انت بتقول والله السن لما بيزيد الوزن بيزيد، السن لما بيقل الطول مش عارف بيحصل له ايه. فدي اللاين جراف بتاعي بيبدا يوضح لي العلاقه ما بين حاجتين مرتبطين ببعض، سواء كانت علاقه عكسيه او علاقه طرديه او 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 زي ما تطلع. يبقى اللاين جراف بستخدمه لما احب ارسم حاجه، او سوري بحب ارسم حاجتين ليهم علاقه ببعض، ليهم تغير مع بعض، لو ده اتغير التاني يتغير، لو ده اتغير التالت يتغير، وهكذا. طيب في حاجه في اللاين جراف مثلا، انا ممكن استخدم اللاين جراف ده في ديسكريت كوانتيتيف. طب ما احنا قلنا ديسكريت كوانتيتيف ملهاش علاقه ببعض، بس بيوضح لي شكل معين. يعني مثلا تعالى هنا كده، مثلا دي ايام الاسبوع، ماندي تيوزداي ثرسداي فرايداي، ودرجات الحراره. هل درجه الحراره في ماندي في يوم الاثنين ليها علاقه بيوم الثلاث؟ لا. طب وهل ليها علاقه بيوم الاربع؟ لا. يبقى
كل نقطة من دول منفصلة بذاتها. بس أنا بعمل كده ليه؟ برسمهم ليه على هيئة لاين؟ عشان أوري الفرق، عشان أقول إن يوم الاثنين كانت حر، يوم الثلاث بدأت تقل شوية، الأربع قلت كمان، الخميس قلت خالص، بداية من يوم الجمعة بدأت تزيد. فاللاين جراف ده ممكن أستخدمه في الديسكريت، ممكن أستخدمه في الكونتينيوس، ممكن استخدمه في الكوالتاتيف داتا، ممكن استخدمه في اي حاجه انت عايزها. فعشان كده احنا دايما بنقول ان اللاين جراف ده دايما المهندسين بيفضلوه عشان بتعمل بيه كل اللي انت عايزه. حاجه مالهاش علاقات ببعض ينفع، حاجه ليها علاقه ببعض ينفع، ديسكريت داتا تنفع، كونتينيوس داتا تنفع، كوالتاتيف تنفع، كوانتاتيف تنفع، اي حاجه ممكن اللاين جراف ده يعملها لك، لسبب ان هو بيوضح لك الشكل عامل ازاي. زي ما بقول لك كده، مثلا درجات الحراره ما لهاش علاقه بالايام، بس وراني ايه؟ وراني شكل. تفتكر انت لو كنت حطيت الكلام ده في جدول ماندي درجه الحراره كذا، تيوزداي، وبدات بقى اي حد بدل ما حطيت الاسبوع حطيت شهر ولا حطيت سنه، هل انت هتبقى متخيل الشكل عامل ازاي؟ او امتى طلعت وامتى نزلت وامتى قلت وامتى زادت؟ هتبقى العمليه صعبه شويه. لكن لما بتحولها لجراف، لا، موضوع المقارنة بيبقى أسهل كتير. طيب عندنا حاجة كمان اسمها الفريكوانسي بوليجون. الفريكوانسي بوليجون ده بستخدمه لما أحب أوري توزيع حاجة معينة. يعني إيه توزيع حاجة معينة؟ هنقول مثلا درجات الميد ترم بتاعتكم. دلوقتي درجات الميد ترم مثلا عندي من 0 لحد 12. طب انا همثل ازاي الدرجات دي بين 0 لحد 12؟ ببدا اعمل فريكوانسي بوليكوم ده، حاجه بالمنظر ده. بقول والله الزيرو عدد الطلاب كذا، ال 10 جابوا مثلا 1 2 3 4، بيبدا يرسم لي شكل بالمنظر ده. ده اللي احنا بنسميه الفريكوانسي بوليجون. بيعمل ايه الفريكوانسي بوليجون ده؟ بيوريني ديستريبيوشن بتاع حاجه معينه، بيخليني افهم الديستريبيوشن كام واحد جابوا 10، كام واحد جابوا 20، كام واحد جابوا 30. الفريكوانسي بوليجون ممكن استخدمه مكان البار تشارت لان هو قريب منه، بس ما بيدينيش الحته بتاعت التوزيع. الحته بتاعت التوزيع دي لو انت شايفها كده، لو انت مثلا اهو انا عندي هنا ايه تيست سكور مثلا فريكوانسي، زي ما انت شايف كده ال 35 ما فيش 45، ها 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 التوب كام؟ 85، وبدأنا بعد كده نبدأ ننزل تيست سكور، وده طبعا عدد الطلبة. فاداني شكل، لا ده انا عندي عدد الطلاب اكتر عند 85. انت لو حبيت تعمل ده في بار تشارت تقريبا هيجيب لك نفس الشكل زي ما انت شايف كده. طيب يبقى الاسهل بالنسبة لي ان انا اعمل الفريكوانسي بوليجون ده عشان اعمل ايه؟ اشرح الشكل التوزيع الدرجات بتاعت مثلا 100 ترم على الطلبة، عددهم دول جابوا كام ودول جابوا كام ودول جابوا كام. وده طبعا بيساعدني ان انا ايه ابدا اقارن، اشوف مين اكتر مين اقل، مين جاب ايه، مين الدرجات الاحسن مين الدرجات الاقل. فده بيديني سماحيه شويه ان انا اعمل كومباريزون في الداتا اللي موجوده عندي. طيب في عندك برضو حاجه تبع الفريكوانسي بوليجون، ده فريكوانسي بوليجون عادي خالص. في حاجه اسمها كيوميليتيف فريكوانسي بوليجون اللي هو التجميعي. انتوا السنه اللي فاتت في الري، لو انتوا فاكرين، كان في عندنا درس اسمه الري السطحي اللي احنا كنا بنعمل فيه حاجه تجميعيه كده، اللي قبلها زائد اللي بعدها وهكذا. فده كان فريكوانسي بوليجون، كان حاجه بالمنظر ده. فانا ببدا اجمع الارقام وهكذا بيطلع شكله عامل كده، او ممكن يطلع مقلوب العكس مثلا، على حسب انت عايز توري ايه. انت بتقول ان انا عندي مثلا هنا عدد الطلبة عندي او السكور بتاعي 165، في عدد الطلبة مثلا 700 ولا 800 ولا 900. انت عايز مين اللي بيحدد اذا كنت هتستخدم فريكوانسي بوليجون عادي ولا هتستخدم بار تشارت ولا ولا ولا؟ انت حضرتك عايز تعرض ايه؟ انت في الاول خالص بتبدأ تدرس الناس اللي قدامك. زي ما احنا قلنا لما بتيجي بتعمل الريبورت، المتحكم الاول والرئيسي فهتكتب الريبورت ازاي؟ الاودينس بتوعك، الناس اللي هتسمعك، او الريدرز بتوعك، الناس اللي هيقروا التقرير بتاعك. فانت بتبدا زي ما احنا قلنا كده، بيبقى معاك ورقه صغيره بتبدا تكتب فيها انا هعمل 1 2 3 4، عشان بناء عليها بتبدا تقرر هتعمل ايه او هتعمل انهي جراف. طيب نوع من انواع الجرافات برضو اللي انت هتلاقيها موجوده عندك حاجه اسمها سكاتر بلوت. سكاتر بلوت ده بيعمل لي كومباريزون ما بين ايه؟
ما بين كوانتيتيف داتا. كوانتيتيف داتا بس كوانتيتيف ايه بقى؟ كوانتيتيف داتا ديسكريت ولا كونتينوس؟ لا ديسكريت، لان برضو سكاتر بلوت هو الديسكريت، حاجه منتشره زي ما انتم شايفين كده، بيبقى حاجه بالمنظر ده، نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا. انا بقارن ما بين حاجتين كوانتيتيف، ما بين حاجتين كوانتيتيف. مثلا التايم بتاع الامتحان ده كوانتيتيف رقم، اه هو كونتينوس بس في الاول وفي الاخر كوانتيتيف. الجريدز، الجريدز كوانتيتيف بس ديسكريت. فانا ممكن اقارن ما بين الحاجتين دول عن طريق مين؟ عن طريق السكاتر بلوت. عشان كده بيقول لك السكاتر بلوت دي طريقه حسابيه عشان اقارن ما بين تو كوانتيتيف فاريبلز. تايم ده كوانتيتيف بس ايه كونتينوس، الجريدز كوانتيتيف بس ايه ديسكريت. وبيقول والله انا عندي في اول 28 دقيقه كام واحد الجريدز بقت كذا، فعند 35 جريدز بقت كذا. طيب هو ده هيوريني العلاقه ازاي، يعني هيشرح لي العلاقه ازاي ما بين التايم وما بين الجريدز. هيطلع لي مثلا حاجه بالمنظر ده، ده معناه ايه؟ نيجاتيف، ان كل ما التايم بيزيد الدرجات بيحصل لها ايه؟ بتقل. يبقى ده بنسميها نيجاتيف ريليشن شيب. طب انت حاجه زي كده هل انت تقدر تحكم بيها؟ انت ممكن تشوف بتاخد مثلا حاجه متوسطه، اكبر عدد من النقط مثلا جاي عندي عامل كده، يبقى انا كده دي عندي العلاقه، اكبر عدد عندي عامل كده. على فكره ممكن انت ما تعملش ده بايدك، ممكن انت عن طريق الترندز اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المعادله الاكسل او الوورد ممكن يطلعها لك، يطلع لك انت شايف ان هي شويه نقط مرميه كده وخلاص. الاكسل او الوورد يقدر يطلع لك العلاقه دي، يقول لك والله دي علاقه طرديه، علاقه خطيه، ويدي لك المعادله بتاعتها كمان. فممكن مثلا تلاقي النيجاتيف ريليشن شيب اللي هو كل ما التايم بيزيد كل ما ايه الدرجات بيحصل لها ايه بتقل. مثلا ممكن العكس، مثلا كل ما التايم بيزيد الدرجات بيحصل لها ايه بتزيد. فدي بتبدا انت تحددها في الشكل اللي انت بترسمه. لو انت لقيت حاجه صعبه بالمنظر ده تقدر تستخدم الوورد او الاكسل وهو يطلع لك العلاقه مباشره. في حاجات تانية بتبقى اسهل طبعا، زي ده مثلا كده شكله ده اسهل، انت خلاص انت اوريدي عارف، وده نفس الكلام. طيب مين برضو اللي بيحدد؟ حضرتك هتدي لمين او حضرتك هتشرح لمين؟ مين اللي هيقرا؟ حضرتك اللي هتبدا تحلل، وحضرتك اللي هتبدا تقول انا ممكن اعمل ايه. طيب نوع تاني من انواع التشارتس اللي انت تعمل، ممكن تعمل بيها البرزنتيشن بتاعت الداتا بتاعتك، حاجه بنسميها الباي شارت. الباي شارت ده ما نستخدموش غير في الكوالتاتيف داتا. حاجات كميه زي ايه مثلا؟ لما نيجي مثلا نتكلم على نهر النيل مثلا بنقول، او بلاش نهر النيل، بنتكلم مثلا على المصادر الميه، المصادر بتاعه الميه اللي احنا بنشتغل عليها. دايما هتلاقي مثلا يقول لك نهر النيل 98%، دي نسبه في الميه. وخلي بالك الباي شارت دايما بيتعامل مع نسب في الميه. ليه؟ عشان الباي معنى كلمه باي اللي هي الدايره، الدايره بتاعتي دي هي 360 درجه بتمثل 100%. باجي بقول نهر النيل مثلا بياخد 97%، هتمثل لي ال 97% دول ازاي؟ فبتبدا انت تحطهم على الباي شارت. 97% دي كوالتيتيف على فكره، مش معنى ان هي رقم يبقى هي بقت كوانتيتيف، لا دي كوالتيتيف، دي كميه. يعني ايه كميه؟ انت ما تعرفش تعدها. طب 97% دي يعني ايه؟ فانت ما تعرفش تعد، زيها زي اللون الاحمر، زيها زي اللون الاصفر. بس اقدر امثلها بايه؟ اقدر امثلها بالباي شارت زي ما احنا شايفين كده. يعني مثلا هنا بيقول لك دي ده اليوزج ان ديفرنت ابلينس، مثلا اللي هو الانرجي، انت بتستخدم الانرجي ازاي. هو بيقول لك 80% قد كده، 40% قد كده. بتبدا انت تقسم الدايره بناء على مين؟ بناء على اللي موجود عندك. دايما لو انت خدت بالك برضو كان في الري عندك، كنا طلبنا منكم ترسموا الباي شارت دي اللي هي المصادر بتاعه الميه. طب انت بتحسبها ازاي؟ بتجمع الارقام كلها اللي عندك وبتبدا تحسب النسبه في الميه بتاعه كل واحد فيهم، وتبدا تحطها على الباي شارت ده. خلي بالك الباي شارت ده حاجه سهله جدا، حاجه بتوضح لي الموضوع. لما تيجي تتكلم معايا في ارقام تقول لي نهر النيل بيديني 55.6 مثلا متر، مليار متر مكعب مثلا في السنه. معلش طب انا استفدت ايه؟ انا ما فهمتش برضه. فانت لما تبدا تحول الداتا دي بشكل باي شارت او بار شارت او بتبدا تديني
حساسية الأرقام، بتبدأ تخليني أحس بالأرقام بتاعتك، بتبدأ تخليني أبدأ أركز وأبدأ أبص ممكن أعرف أقارن. يعني إحنا مثلا لو جينا بصينا على الباي تشارت ده، إحنا سبيس هيتنج ده أوكي، ده أكبر حاجة خلاص، يبقى أنا عارف إن معظم الإنرجي رايحة فين؟ في كذا، وبعدها وبعدها وبعدها. فأنت بدأت تعمل، أنت عينك لوحدها بدأت تقارن، عينك لوحدها بدأت تحس بالأرقام. طيب مثلا ذا فولوينج باي تشارت بريزنت مثلا ديس ات ليست مثلا سنشري في امريكا، ان هو عدد الوفيات في امريكا في الفتره اللي فاتت. هو ديس، انت مش هتروح تعد لي 1 2 3 كم واحد مات، لا هو بيدي لك نسبه. مثلا في الحرب مات 66%، مش عارف فولكينو قد كده، الستورم قد كده، الايرث كويك قد كده. فانت بتدي شكل كده للعلاقه، انت تقدر تتقارن ما بينها وما بين اي حاجه تانية انت بعينك بدات تحس بالارقام. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها حاجه احنا بنسميها التيلي شيت. التيلي شيت ده كلكم اتعرضتوا له، اتعرضتوا له فين؟ فاكرين الانتخابات بتاعت الفصول بتاعتكم اللي هي كان مش عارف عايزين الالفا بتاع الفصل، عايزين مش عارف ايه، كنتوا بتعملوا ايه؟ كنت كل مثلا كل صوت بتحط شرطه 2 3 4 وتيجي بالصوت الخامس تروح قافل الحزمه بتاعتك. ده مثلا بيه ممكن الناس بتستخدم التيلي شيت ده فين؟ وهم بيعملوا التعداد بتاع السكان. هو بيمر على البيت مثلا فيه خمسه، يروح عامل تك 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 حزمه، يبقى انا كده خلاص. عشان لما يرجع بعد كده خلاص هو مش هيقعد يعد 1 2 3، لا هم بيعدهم حزم. يعني مثلا هنا 1 2 3 4، دول 3 حزم، 3 في يبقى دول 15، 15 ومعاهم 3 يبقى كام؟ يبقى 18. خلاص خلصت. فهو بيسهل على نفسه موضوع العد ده. طيب يبقى هو مثلا بيبدأ يقسمها، مثلا لو هو كمان عايز يدخل موضوع السن مثلا، كاتب ايه بتاعكم، قلنا هنشوف الويتس بتاعتها قد كام، حطينا كده على المدرج ميزان اي حد يدخل هيتوزن. جينا مثلا من 91 ل 98، من 99 وهكذا لحد كام؟ الرقم الاخير. ده طلع عندي واحد بحط شرطه، اثنين شرطه، اللي بعده شرطه اثنين ثلاثه، واروح قافل بالخمسه، بعد كده اروح حاطط سته، وابدا في الاخر خالص ده هنا على اثنين، دول حزمه واحد يبقى سته، دول اربعه، دول حزمه، دول ثلاث حزم، وهكذا. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الفريكونسي بتاعي. طيب يبقى انت كده عندك ازاي تقدر تعمل الداتا بتاعتك، ازاي تقدر تعمل برزنتيشن للداتا بتاعتك بار تشارت هيستوجرام أو أو, او 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 زي ما انت عايز اعمل. بس اهم حاجه تخلي بالك منها وانت شغال، لو انت هتحط الارقام في جدول لازم تتبع القواعد بتاعت الجدول، لو انت هتحط الارقام في فيجر لازم تتبع القواعد بتاعت الفيجرز، ما تعملش دوبليكيت لحاجه. ما ينفعش حاجه تتحط في جدول وتيجي بعدها في الصفحه اللي بعدها تروح حاططها لي في شكل فيجر. طيب ان شاء الله المحاضره دي برضو عليها شيت فيها شويه حاجات كده، مثلا مدي لك شويه داتا بقول لك حولهم لي لتيلي شيت، مثلا هتحولهم ازاي لتيلي شيت، هتبدا تقسمهم لرينج زي كده، مثلا من 1 لحد 5، من 6 لحد 8، من مثلا من 9 لحد 12، وتبدا تعمل ايه بقى؟ تعمل لي تيلي وتعمل لي فريكونسي بالمنظر ده. هدي لك شويه داتا تحولها لي باي شورت، يعني مدي لك داتا وعايز اشوفك انت هتعملها لي ازاي؟ هتختار ايه؟ هتعمل تيلي ولا هتعمل باي شورت ولا هتعمل هيستوجرام ولا فريكونسي ولا عايز اشوفك انت هتعرف تحول الارقام. لو انت جيت اتحطيت في وضع، جيت مثلا مسكت معمل واحد بيقول لك والله انا طالع لي شويه ارقام عايزك تعملي ليهم برزنتيشن، هل انت هتعرف تختار العلاقه؟ هل هتعرف تختار الشكل اللي انت هتمثل بيه ولا لا؟ دي حاجه. انت كده مفروض ان انت عندك شيت للسي في يتسلم، شيت للداتا برزنتيشن ده هيتسلم، وشيت على احنا خدنا ايه المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت كانت ايه؟
اه الجزء بتاع اللي هو الفورمات اللي هو الليتر والميمو وي وي وي، يبقى انت كده عندك الثلاث شيتات، الثلاث شيتات دول ان شاء الله المهندسه ايه تقريبا هي اللي بتدخل لكم، هي اللي هتبدا تقول لكم بقى سيكشن واحد مع مين، سيكشن اتنين مع مين، سيكشن ثلاثه مع مين. عشان نفس الكلام حضرتك هتبدا ترفع لي الثلاث شيتات دول، هتعمل لهم سكان ده اسمه، واللي انت لما تيجي تبعته للمعيد اللي هيبقى موجود واللي هيتبعت لك الايميل بتاعه، اسمك وسيكشنك، اسمك وسيكشنك، والمعيد ده برضه في نفس الاي او في نفس الايميل هتحط الشيت وهتحط الريبورت بتاعك وهتحط البرزنتيشن بتاعتك، عشان نبدا بقى نجمعها ونبدا نحط الدرجات. ده رقم واحد. رقم اتنين ان شاء الله عايزين نتفق على ميعاد كويز اتنين، ده زي ما انتوا عايزين، هنعمله بالليل، نعمله الصبح، نعمله في اي وقت تاني، بس عايز الراجل اللي هو حسام طبعا اكيد مش موجود، حسام هيظبط معاكم الدنيا ويبلغني عايزين كويز اتنين ده امتى، الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي، ميعاده امتى، ده زي ما انتوا عايزين، عايزين الفجر، عايزين الصبح، زي ما انتوا عايزين. برضه هيتعمل على ايه؟ هيتعمل على الموديل عندك وانت قاعد في البيت. حضرتك هتدخل هديلك كام سؤال كده مالتيبل تشويس على الجزء الاخراني، سيبك من الاربعه اللي فاتوا اللي هو الجزء اللي احنا عملنا فيه كويز 1، لا ده هيبقى على الجزء بتاعنا ده، من اول مثلا من اول الساينتفك بيبر لحد، اقول بلاش المحاضره دي، لحد الميمو والليتر اللي هي المحاضره اللي فاتت. بس حددوا لي الميعاد بتاعه امتى ان شاء الله عشان اقدر اعمله لكم وتبداوا تظبطوه ان شاء الله. دكتور اتفضل. ميعاد الشتات ايه؟ الشتات والريبورت اللي حضرتك طالبه هنسلمه امتى؟ انت عبيط يلا ما انا لسه بقول لك دلوقتي المهندسه ايه هتدخل لكم السكشن ده، هتبلغكم تقول لكم واحد اثنين ثلاثه مين هيبقى مع مين. تمام يا دكتور. الباشا كان نايم وصحي وانا بتكلم. لا لا تمام حضرتك تمام. ماشي اتفضل. انا ما امتحنتش الكورس الاولاني يا دكتور. نعم. عنش الكوز الاولاني يكون عندك كورونا. كان عندك كورونا، الف سلام عليك. نبقى نحسب لك اتنين، الرقم اتنين ده انت جبت ورقك وجبت ان انت كورونا ولا ما جبتش؟ معايا الورقه ومعايا كل حاجه. خلاص لما تيجي ان شاء الله الاسبوع الجاي قدمه للدكتور ياسر، وبعت لي بعد كده بعد ما يمضي بعت لي نسخه من الورق ده. الورق ممضي ومعايا صوره ليه ابعتها لحضرتك. طب معلش ومخليه عندك بيعمل ايه؟ احنا ما نزلناش الكليه يا دكتور. لما تيجي ابعت لي الورقه بتاعتك، لما تيجي ابعت لي الورقه، لما تيجي ابعت لي الورقه بتاعتك ان شاء الله. تمام ماشي. طيب في حد محتاج يسال عن حاجه يا باشمهندسين؟ دكتور الريبورت والبرزنتيشن عربي عادي صح؟ عربي انجليزي الماني اللي انت شايفه. ها دكتور وانا لازم اعملها على الباوربوينت؟ نعم لازم اعملها باوربوينت. لازم باوربوينت. تمام اتفضل. لو عندك كورونا بيتجمع بيها علي؟ ايه؟ عندك كورونا بيتجمع بيها علي؟ وتنزل الجامعه؟ انا مش عايز اشوفك اصلا، تنزل ليه؟ انت الكوز هتمتحنه في البيت. في مواد بيقولوا دايما في الجامعه. انا دي ما اعرفش، دي مش بتاعتي، انا بتكلم على المواد اللي معايا. انت طبعا انت هتواجه مشكله في موضوع العملي والشفوي في الصحيه، فدي فدي لاين احنا اعمال السنه، فانا ما اعرفش انت وضعك هيبقى ايه. هو لحد الان الامتحان الصحيه في الكليه يا دكتور ما فيش اي اخبار على الاونلاين؟ الامتحانات لحد دلوقتي بيبرز اهو. طيب في حد عايز يسأل حاجة تانية يا باشمهندسين؟ دكتور درجات المترم فين يا دكتور؟ نعم؟ درجات المترم هتتبعت لك على يوم الأربعاء إن شاء الله كلها. الأربعاء الجاي؟ فأنت جاهز نفسك بقى. جاهز يا دكتور. جاهز. أخبار الصحة يا دكتور طيب؟ زيت الحمد لله. نشكر ربنا الحمد لله. دكتور درجات الصحة بيقولوا وحشة يا دكتور. نعم؟ درجات الصحية. طب انا بقول لك زفت الحمد لله، عايز ايه تاني؟ خلي بالك بقى يا دكتور في العمل الله يخليك، يعني عشان نعدي ان شاء الله نفس ال درجه بتاع الميد ترم.
بالظبط، قول ان شاء الله. الحمد لله دكتور، كفايه ان احنا مع يعني مش هنتعشم يعني، مفيش عشاء. طيب في حد عايز حاجه تانية يا باشمهندسين؟ شكرا يا دكتور. في العملي، في العملي يعني ان شاء الله، ان شاء الله لو اديت حلو اعمال السنه بتاعتك في الاخر هتبقى كويسه ان شاء الله. تمام يا دكتور. طيب ماشي يا باشمهندسين، سلام عليكم. سلام عليكم.